فوز مستحق. الشوط الاولاني والشوط الثاني للنادي الاهلي روح عاليه جدا، اداء قوي جدا، الروح الفانيلا الحمراء مع فريق سيدات النادي الاهلي جوه الملعب عشان ياكدوا بزعامتهم وفوزهم. ان شاء الله يكملوا على كده. نرجع لضيوفنا الاعزاء كابتن محمد سرعوه وكابتن علياء محمود والتحليل الشوطين الاول والثاني من مباراه نهائي دوري المرتبط. انتهى الشوط الاول والثاني بنتيجه 48-33. اول شوط 24-10، ثاني شوط 24-23، قربوا المسافات. كابتن علياء يعني تقولي ايه عن احداث الشوط الاولاني والشوط الثاني؟ هو مشوا بالتوقعات بتاعتنا. فريق سبورتنج بدأ بنفس الخمسة اللي احنا قلناهم، فريق الأهلي بدأ بنفس بأربعة، وكان كابتن سرعوية قال هي ما بين منار أو ملك. بدأوا بنفس التشكيل امبارح الفرقتين. الأهلي لعب لغاية الدقيقة 5 دفاع ضاغط بطول الملعب، وبعدين في نص الشوط رجع باللعيبة دفاع منطقة. رايح بقى شوية، قدر ان هو يفرق بالسكور في أول كوارتر، قدر يخلي فريق سبورتنج لغايه الدقيقه 5 كان نتيجه 10-1. تمام. قدر وده طبعا ده ناجح جدا، ده نجاح طبعا جامد جدا ان هو يخلي فريق زي فريق سبورتنج يفضل 5 دقايق بعد بدايه المباراه حاطط بونت واحد يعني. الشوط الثاني سبورتنج بدا دخل بقى شويه في الماتش، قدر يخرج الكوارتر الثاني فرق بونت واحد. ده طبعا نتيجه ان الحمد لله الاهلي قدر ان هو يفرق شويه. كابتن ايهاب الالفي لعب لحد دلوقتي ب 12 لعيبه بتاعته لعبوا، كلهم شاركوا لحد دلوقتي، كله شارك. ده طبعا برده يعتبر حاجه كويسه ان المجهود اتقسم، فهو يعتبر وصل لكل اللي هو عايزه لغايه نص الماتش. كابتن سرعوه حضراتكم قلتوا قبل ما نبدا المباراه كابتن ايهاب الالفي دفاع ضاغط، نزل النادي الاهلي دفاع ضاغط بطول الملعب. هو ده اللي عمل الفرق؟ هو ده اللي عمل الفرق في بدايه المباراه. وزي ما احنا توقعنا وقلنا، وكنت حضرتك معانا، وقلنا ان هيعمل دفاع ضاغط من اول مباراه، عمله لمده 5 دقائق، قدر يطلع بفارق مريح بالنسبه لفرقته. بدا يغير مع تغيير اللاعبات بتاعته وراحتهم والاحلال والتجديد، قدر ان هو يمشي الماتش زي ما هو عايز لغايه لما انتهى 43-33 بفارق 15 نقطة. اللي عايز اقوله ان المباراة هجوم جيد بدون دفاع. هجوم جيد بدون دفاع. قصدك ان هجوم جيد النادي الاهلي على بدون دفاع. السكور النتيجة عالية بالنسبة للشوط الاولاني لل 20 دقيقة. طبعا عالية جدا. عندي الفترة الأولى خلصانة 24-10، بس الفترة الثانية 24-23 فرق بونت واحد. نقول ايه؟ اقول يعني ان الفرق بين الفتره الاولى وفتره اقول ان كابتن ايهاب الالفي بدا ينزل المجموعه اللي هي اللاعبات اللي هي عشان يريح المجموعه الاساسيه شويه عشان يبدا فيهم الكوارتر الثالث والرابع، قصدي التايم الثالث والتايم الرابع. لكن قدر يستغلها فريق سبورتنج، وقدر يتوفق في الرميات الثلاثيه، وقدر يستحوذ على جمع الكرات من السلتين، فبدا يبقى في الجيم بشكل مباشر. عايز اقول ان التغييرات دي حاجه مفيده بالنسبه للنادي الاهلي اللي عملها عشان اللعيبه كلها تحس بالفرح، وان شاء الله يبقى فرح، يشاركوا في الانجاز. كابتن عليا اتكلمنا قبل المباراه عن كابتن سريه وكابتن مي من نادي سبورتنج. انا حاسس النهارده هم مش موفقين في المباراه. لا، هو الاهلي عرف يوقف مي كويس لحد دلوقتي، وده ده انجاز. دول اتنين مفاتيح لعب يعني. بالظبط، لان مي حلوه لعيبه، البوزيشن بتاعها ممكن تلعب يعني، هي عندها حلول كتيره جدا. وده طبعا اثر جدا ان احنا عرفنا نوقف مي في الاول. الفرق ان احنا عندنا يعني، واحنا قلنا سبورتنج عندهم 3 لعيبه، الاهلي ما شاء الله ما يعني حتى لو انت وقفت سوريا انت مش انت كسبان ال 15 بونت، كسبان ال 15 بونت حتى لو سوريا يعني. سوريا شاركت من ال 20 دقيقه تقريبا 10 دقائق، نزلت في نص الاول خرجت في نص الثاني. انت ماشي بنفس التيمبو بتاعك، مفيش مشكله خالص. عندك كابتن فريق دينا عمر حط 10 بونت. بس شايف ان هي الثلاثيات عند كابتن سوريا النهارده مش شغاله معاه.
ما هي يعني بتحصل. بالظبط. ولا راحت لعيب مصري بتحصل. لا 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 وسرايا بالذات ما لا لا مش سرايا بالذات مش سرايا لا 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 خالص خالص توفيق بس بالظبط هو توفيق وعدم توفيق فمفيش مشكله. فانت عندك لعيبه كتير يعني انت لو هم قفلوا على سرايا هيطلع لك دينا قفلوا عندك عمنار عندك حلول كتير عندنا مفاتيح لعب كتير بالظبط لسه لغايه دلوقتي الناس دي ما فاتش رانا عبد الظاهر طبعا بس برضو لسه اقول لحضرتك ان الماتش ما خلصش لسه الماتش ما خلصش لسه شوطين كاملين كمان كابتن سرعوه قال هجوم بدون دفاع طبعا. الاهلي على دفاع سبورتنج بالزبط. سبورتنج العكس صحيح هجوم سبورتنج على دفاع قوي على دفاع قوي ولو انه برضو ما احنا قلنا في الشوط الثاني هم طلعوا في الربع الثاني طلعوا فرق بونت فده معناه ان الديفنس بتاع الاهلي ازاي قفلوا على النادي الاهلي ازاي هم عملوا الديفنس احسن بس هم هجومهم اللي اتحسن اكتر مش الدفاع اللي اتحسن قد ما الهجوم بتاعهم قدروا ضغطوا وقدروا ان هم يسجلوا نقط اكتر هجوم نادي سبورتنج كابتن سلعوه هجوم نادي سبورتنج اتحسن في ادائه في الكوارتر الثاني او في الفتره الثانيه اتحسن عن طريق مين مع ان ما قافلين عليها كويس اتحسن عن طريق البنت الامريكيه شويه اتحسن عن طريق اسرار شويه توفقت في كام شوطه عايز اقول ان برضو انا حسيت ان في بدايه الشوط الثاني ان سبورتنج راح منها الخضه ان سبورتنج راح منها خضه المباراه اوكي ان سبورتنج راح منها خضه المباراه بدات تلعب وبعدين زي ما اتفقنا من الاول ان هم مش خسرانين حاجه ما عليهمش ضغط ما عليهمش اي حاجه هم بيلعبوا لسبيل الشهره وليس اكتر هم كده كده في مركز ثاني لكن مش عليهم الضغط اللي على النادي على لاعبي النادي الاهلي وبرغم ذلك لعيبه النادي الاهلي لغايه دلوقتي يعتبروا واقفين تمام على رجليهم سواء الخمسه اللي بدا بيهم او اللي تم تغييرهم وما حسيناش بفرق كتير يعني ما بين لكن هو طبعا علامه استفهام على الاثنين الاجانب النهارده لسه كنت هسال السؤال ده الكابتن علياء الاثنين المحترفات اذا كان ماريا كينج او اشلي ازا من نادي سبورتنج تقييمك لادائهم الاثنين ايه لا محترفه الاهلي احسن كتير ادت كويس يعني هي تعتبر ادت امبارح كويس والنهارده ادت اداء كويس ولا ده مش ادائها ولا اداء متحسن ولا ايه بالظبط محترفه الاهلي ماريا كينج لا ماريا ادائها لغايه دلوقتي افريج يعني ما النهارده كانت كويسه ما كانتش ما اقدرش اقول ان هي كانت وحشه ما اقدرش اقول ان هي كانت وحشه هي يعني نزلت ادت هي ما خدتش وقت طويل يعني بس تمام. كانت عامله كويس قدرت توقف شويه محترفه سبورت امبارح احسن عليها امبارح احسن هو لسه يعني الماتش ما خلصش بس هي يعني النهارده نزل لها كذا كوره بتجري على الفاست بريك هي لعيبه خفيفه فيعني مش ما اقدرش اقول انه وحشه يعني لغايه دلوقتي ما اقدرش اقول ان في حد في الاهلي معين بعينه لا تقييمك للمحترفات الاثنين تقولهم ايه في الملعب؟ الاثنين لا الاثنين عندنا لاعبات مصريات افضل منهم افضل منهم عجباني صراحتك جدا صراحه دفاع في الشوط في الفتره الثالثه والفتره الرابعه ايه اللي تقوله او كابتن عمرو عاشور ممكن يعمل ايه عشان يوقف الهجوم الكاسح للنادي الاهلي؟ انا اعتقد ان بالنسبه لايهاب الالف هيضغط تاني زي ما عمل من بدايه المباراه وهينزل بالقوه الاساسيه بتاعته او القوه اللي هي اللي بدا بيها وهيضغط نفس الكلام دلوقتي كابتن عمرو عاشور ما عندوش الا ان هو يعمل ديفنس قوي ويروح يهجم بسرعه هيدافع برضو طول الملعب ما اعتقدش لان سنيا ومجهود امبارح والنهارده ما يقدرش يدافع طول الملعب اعتقد انه هيرجع لدفاع من نص الملعب لدفاع المنطقه هل ياخد نادي سبورتنج تسمح ان يقدر يعوض الفارق 15 بوينت في الفتره الثالثه والرابعه هو لياقة هما معاهم مدرب كويس جدا كابتن احمد ابراهيم تشكري فيه بره الهواء كويس جدا مرنت معاه تقريبا مرنت معاه طبعا في سبورتنج وفي منتخب مصر وهو كان مع منتخب مصر الرجال كمان كويس هو بدني ونفسي جدا فهو هيقدر يهديهم فهو الموضوع مش بدني هو موضوع ان 15 بونت يعتبر مش سكور قليل فرقه الاهلي وكابتن ايهاب طبعا هيعرفهم ان احنا مش مستعجلين احنا هنهدى هيبقى في شويه صربعه من سبورتنج ان هم عندهم 20 دقيقه لازم يعوضوا فيهم فهي قصه هتبقى كده مش بدني قد ما هي ان سبورتنج مستعجل يعوض ال 15 بونت بتوعه والاهلي هيهدى علشان يحافظ على 15 بونت ويعليهم اكتر هل نادي سبورتنج في تعويضه للمباراه عارفه القلق النفسي والشوط السريع وكل القصه دي كلها ممكن تاثر على نادي سبورتنج طبعا هي القصه كلها في الشوط الجاي
الثالث الفتره الثالثه بالظبط هي اللي هتفرق جدا جدا. يا سبورتنج يقدر يعوض بالظبط, هيقدر يعوض, هيقدر يضغط, هيجيب ثلاثيتين ثلاثه, هيضيق الماتش, هيكهرب الماتش, او الاهلي هيضغط على الاقل اول خمس دقائق في الكوارتر الثالث هيعرف يعلي ال 15 دول يخليهم 25 فيقدر يريح. هو اللاعبات نزلوا فعلا ارض الملعب قدامنا في الشاشات في الشاشه اهو بدا يسخنوا عشان الفتره الثالثه. كابتن سلعوه, كلمه لكابتن ايهاب الالفي لو حضرتك موجود مكانه دلوقتي تقول للاعبات ايه؟ اقول للاعبات زي ما كابتن علي اقول لها, اقول لهم دلوقتي لازم نهدى, ولازم احنا مش متسربعين, هم اللي متسربعين عايزين يحطوا باسكت بسرعه عشان يعوضوا الفرق, لكن احنا مش متسربعين. فاقدر اقول للفرقه بتاعتي لازم احنا نهدى على الكوره, ولازم ناكد كل كوره واحنا رايحين انها تيجي سله, وتشوف مين اللي ماشي. اذا كان عندي سرايا ماشيه في 3 بونت يادي لسرايا, اذا تحت الباسكت نلعب تحت الباسكت. وبعدين اقدر عايز اقول لهم كمان ان ال 20 دقيقه دي هي الفرحه, هي التتويج, يعني قدام ال 20 دقيقه مرادفات كتيره. ال 20 دقيقه دي هتخليك انت متسيد كره السله لمده عام قادم ان شاء الله, لغايه لما يبدا الدوري المرتبط تاني. وفي نفس الوقت عندنا الكاس والسوبر في المرحله الجايه, هتبقى خطوه لانك انت كعبك عالي على فرقه سبورتنج. في بالنسبه لي سبورتنج عندها خبره ممكن ترجع للجيم, فانا ما خلاش ترجع للجيم, واقدر يعني انا رايي ان كابتن ايهاب لازم يلعب نظامه او السيستم بتاعه اللي هو هيعمله, ان هو يلعب على ان يخلي الجيم يلعب الفرقه الثانيه على اللي هو عايزه مش اللي هي عايزاه, يمشي رتم المباراه زي ما هو عايز, زي ما هو عايز. مش زي ما هي عايزه الفرقه الثانيه. كابتن عليا 48 بونت في اول الفتره الاولى والثانيه, تتوقع كسر 100 بونت في الفتره الثالثه والرابعه؟ لا هيبقى صعب. صعب هيبقى صعب شويه. هو سكور الاهلي في الماتشات اللي فاتت كلها في الثمانينات, يعني سبورتنج وصل التسعينات مع فرقه يعني. لان زي ما قلت لحضرتك هو الكوارتر الجاي اهم كوارتر, لو احنا ان شاء الله عديناه زي ما كنا ماشيين او علينا ال 15 بونت دول, كابتن ايهاب هيبدا يغير في الرابع. الناس كلها تلعب تشارك بالظبط, الناس كلها تشارك عشان كله يحس انه بالمكسب وان كله شارك في المكسب ده. والاهلي يعني عمر ما كان هدفنا ان احنا بقى نضغط او نعلي ال 100 بونت او الكلام ده, بنركز في رايك في اول ما الحكم يصفر او اول ما حكم المباراه يصفر في الفتره الثالثه, النادي الاهلي يقدر يعمل ايه عشان يستحوذ على المباراه ويخلص المباراه زي ما بيقول بعد التالت؟ في التالت, هيضغط, لازم يبدا ضاغط زي ما على طول, لازم يبدا ضاغط على الاقل اول خمس دقائق, يضغط فرقه سبورتنج زي سيناريو الكوارتر الاولاني بالظبط. يبدا ضاغط على الناس علشان يقدر يعلي ال 15 بونت دول, يعني يعلى بيهم شويه. صراحه احنا نتمنى فوز الاهلي ونكسب الاهلي, لكن لازم نسال السؤال, لو حضرتك مكان كابتن عمرو عاشور وعايز تجيب نفسك في المباراه مره ثانيه تقدر تعمل ايه؟ انا لو مكان عمرو عاشور افرض في اسلوب لعبي على النادي الاهلي, مش هخليش النادي الاهلي هو اللي يتحكم في الفتره الثالثه والرابعه. لا انا اقدر اعمل ديفنس جامد, يعني ديفنس زي ما بيقولوا كويس جدا, واطلع احط باسكت سريع. تلعب لعبه سريعه, لازم هجوم يبقى سريع عشان الفرق 15 بونت مش كتير في كره السله على فكره. ال 15 نقطه في كره السله مش كتير, خمس ثلاثيات ولسه 20 دقيقه يعني لسه 20 دقيقه ملعوبه, والفرق خمس شوطات ثلاثيات زي ما حضرتك قلت. فانا افرض اسلوب لعبي على النادي الاهلي, اوقف مفاتيح لعبه, اعمل هجوم سريع, يعني لازم اخلص اللعبه سريع. كلمه اخيره تتوقع ايه في الفتره الثالثه والرابعه؟ كلمه اخيره للاعبات دلوقتي. لا امشوا زي ما انتوا ماشيين, زي ما حصل سيناريو الشوط الاول والكوارتر الاول والثاني, انبسطوا, استمتعوا بالباسكت. طبعا استمتعوا, ده اهم حاجه, استمتعوا بالباسكت. خلينا نستمتع بالتعليق مع الكابتن احمد علي وجمهورنا الكبير اللي بيشاهد دلوقتي على شاشات قناه النادي الاهلي مباراه الاهلي وسبورتنج في نهائي دوري المرتبط. لك الميكروفون الزميل احمد علي. ظاهر نادي السبورتنج هيبدا بفرح